الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية. المعارضة التركية تجدد انتقادها لمشروع قناة اسطنبول الجديدة وتؤكد أن أعباءه سيتحمله الشعب. أكثر من 21 مليون و450 ألف مصاب بكورونا في العالم، والولايات المتحدة والبرازيل أكبر المتضررين. الثانية ظهراً 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذا الموجز. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تبني طرقاً ومحاور بغرض تسهيل التنقل للأفراد والتجارة ونقل المحاصيل والبضائع من الموانئ بصورة أسرع. وخلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، أضاف الرئيس السيسي أن التعديات على أراضي الدولة كلفتها مبالغ كبيرة من أجل إنشاء طرق وكباري تلتف حولها. أضاف السيسي أن مصر حققت نجاحا كبيرا خلال تعاملها مع أزمة كورونا، وأشار إلى أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للوصول إلى المعدلات الصفر وللحفاظ عليها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما شهد وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، والتي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدان، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجات، هذا بالإضافة إلى الأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي. جدد عمدة بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أغلو انتقاداته لمشروع قناة اسطنبول الجديدة والذي تصر عليه حكومة أردوغان، وصفه بأنه مشروع جنوني. أوضح أغلو أن المشروع يحمل المواطنين الأتراك أعباء ضريبية جديدة تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي. وصف إمام أغلو قناة اسطنبول بأنها إهانة للشعب التركي. قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق، وأشارت المنظمة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294,237 حالة في الساعة 24 الماضية. طلبت فرنسا من الحكومة الأفغانية عدم الإفراج عن مقاتلين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين ضمن صفقة لإطلاق سراح السجناء. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تشعر بقلق بشكل خاص من وجود عدة إرهابيين مدانين بقتل مواطنين فرنسيين في أفغانستان ضمن الأفراد المؤهلين للإفراج عنهم. وصلنا لنهاية الموجز، وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم وإلى اللقاء.